العالمي القروي. وببوزنيقة تم تسليم جائزة أحسن موقع إلكتروني محلي خاص بالمديريات الإقليمية لوزارة الشباب والرياضة، والغاية هي خلق دينامية تواصلية محليا وجهويا لخدمة قضايا الشباب والرياضة. وصال إمغري وعبد الهادي سكيوي. خلال هذا اللقاء السنوي تم التوقيع على اتفاقيتهم الأهداف المسطرة من طرف وزارة الشباب والرياضة مع المدراء الجهويين والإقليميين للوزارة بهدف تشجيع وتحفيز الأطر الساهرة على التواصل بمختلف جهات المملكة. مبادرة جد مهمة ستجعلنا نتمكن من تحقيق وتفعيل احتياجات المجتمع المدني المغربي والسياسي فيما يخص الأنشطة الرياضية وفيما يخص أنشطة الشبابية وكذلك أنشطة الطفولة والنساء. هي مناسبة لتتويج أحسن موقع إلكتروني محلي للمديريات الإقليمية للوزارة اعتمادا على معايير دقيقة كالاستباقية في نشر المعلومات ومواكبة الأنشطة والبرامج المحلية. تسمين المجهودات اللي كتعملها الأطر ديال المديرية المحمدية، وما أنا إلا حلقة في سلسلة باش نقدم ولا نعرف بالخدمات اللي كتقدمها وزارة الشباب والرياضة والمديرية الإقليمية بالخصوص لجميع المواطنين. تروم هذه النسخة الثالثة إذن إبراز التجارب الناجحة للمواقع الإلكترونية لوزارة الشباب والرياضة والبالغ عددها 78 موقعا، والهدف إلى خلق دينامية تخدم قضايا الشباب والرياضة.